لعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك في ميزان حسناتك، وعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك نورا في حياتك. ومن ثمرات الحياة الطيبة أنك إذا أقبلت على الله هناك خصلة عجيبة، خصلة كريمة. لو خسرت ما خسرت، لو خسرت الأصحاب وخسرت الليالي الطيبة، هناك شيء ما تخسر وهو الله جل جلاله. والله، وما هو الله؟ إذا أقبلت على الله وفعلت هذه الثلاث الأشياء وضمنت لله عز وجل عقيدة صالحة وقول طيب وعمل طيب، ما ترفع كف وتقول يا رب إلا أجاب الله دعوتك، ولا قلت أسألك إلا أجاب الله سؤالك. ولذلك ورد في الحديث أن العبد إذا كان صالح وأفعاله صالحة، أقواله طيبة وأعماله صالحة طيبة، أصبح معروف في السماء، لأن العمل الصالح يصعد إلى الله عز وجل. فإذا صعدت منك الكلمات الطيبة دائما، لا إله إلا الله، استغفر الله، تذكر الله، الكلام طيب، تحسن إلى الناس، تفعل الأعمال الصالحة، إذا بالأعمال الصالحة تصعد. فإذا بكثرة الأعمال الصالحة تحبك بها الملائكة، ويجعل الله حب الملأ الأعلى لك في السماوات. فإذا جاء كرب من الكروب، جاءتك مشكلة، جاءك شيء تخاف، فقلت يا رب، قالت الملائكة في السماء صوت معروف من عبد معروف. هذا الصوت معروف من عبد معروف، من هو؟ المطيع لله عز وجل. عبد بلغ بي أنه إذا دعا الله يجيب الله دعاء، ماذا ينقص في هذه الحياة؟ ما الذي ينقص؟ إذا أصبحت في لحظة بعبوديتك الخالصة وطاعتك الصادقة لله، إذا قلت يا رب أجاب الله دعائك، أي مقام أصبحت، أي منزلة، أي شرف أصبحت فيه، فهذا هو العز، وهذا هو الجاه، وهذه هي الحياة الطيبة التي ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيها وأن يجتهد في تحصيلها. فأكرر أن الضيق كل الضيق في معصية الله، والسعة كل السعة في رحمة الله والقرب من الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة. وأما الخصة الثانية التي يجنيها صاحب هذه الحياة الطيبة فهي خصلة الاستقامة. وهذه الخصلة ثمرتها أن أصحابها إذا شاء الله عز وجل، ما من إنسان إلا وهو سيخرج من هذه الدنيا قريبا أو بعيدا، وقد نقوم من هذا المجلس، ما ندري، والله ما ندري، هل ما أحد يضمن أن يقوم من هذا المجلس؟ والله ما نضمن. فلا بد من لحظة، وهي لحظة الفراق. فمن ثمرات الاستقامة الطيبة والعمل الصالح أن الإنسان إذا حانت ساعة قيامته ودانت ساعة فراقه في هذه الحياة، كانت أطيب ساعة عنده ساعة لقاء الله عز وجل. الناس عند الموت تخاف، إلا صاحب الحياة الطيبة إذا جاءه الموت يحس أنه في حنين وشوق إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أصحاب الحياة الطيبة إذا دنت منهم سكرات الموت، تجدهم سبحان الله في انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال، وبعضهم يسلم الروح وهو يتبسم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ممن حسنت خاتمته، وكان من الذين قيل لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. نسأل الله العظيم أن يجعل أسعد لحظة لنا في هذه الحياة لحظة فراقها ولحظة الخروج من الدنيا. فهذه من الثمرات التي يجنيها الإنسان، وينبغي للإنسان أن يجتهد قدر استطاعته في الثلاث الأمور التي ذكرناها: صلاح الباطن وصلاح الظاهر بصلاح القول والعمل. لا تتكلم إلا وأن تعرف أن الله يرضى عن كلامك، ولا تعمل إلا وأن تعلم أن الله يرضى عن عملك.